من هو هادي يوسف مالح اللي استدعاه وحيد اللي كاع وحيد؟ لاعب من اللاعبين الجدد في اللائحه، مغربي ايطالي يلعب كوسط ميدان، مثل شباب ايطاليا في 5 مناسبات ومسجل معاهم هدف. الموسم الماضي كان في سيريا بي مع فينيزيا ووقع مع فيورنتينا من شهر واحد باش يلعب معاهم هذا الموسم. كمل الموسم الماضي مع فينيزيا وحقق معاهم صعود تاريخي للسيري اي، ساهم في 11 هدف، سجل 5 واعطى 6 تمريرات حاسمه. بدا هذا الموسم مع فيورنتينا وشارك في المقابلتين اللي لعبهم حتى الان، واحده في الدوري وواحده في الكوبا. تحياتي.